الله بركاته حضراتكم عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناه وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد خبرنا النهارده للاسف خبر حزين وهو وفاه الفنان الجزائري حسام وفي حادث وطبعا كانت حادثه فاجعه جدا من صباح النهارده من اول ما الناس يعني صحيت سحيت على الخبر المفجع ده ربنا يرحمه يا رب المسواه أمو ويرحم كل اموات المسلمين يا رب العالمين واشوف حضراتكم على الف خير في فيديو جديد وخبر جديد وربنا يصبر اهله يا رب العالمين يا رب العالمين ويا رب يكون كده لينا مش عارفه اقول لحضراتكم ايه بس ليكون لينا عبره وعظه انه الموت ممكن يجي في اي وقت وفي اي لحظه فنستعد